سنة 1934 كان في عنا مهاجر اسمه جريس الحتة، اجى على لبنان زيارة لهون قرطبا، هو أصله من قرطبا، حب يعمل صليب على التلة. استأجر بهديك الأيام، تعرف ما كانش في وسيلة نقل، كان كلها أجلك على الحمير وهيك، جاب عمل صليب بطون فوق طوله شي مترين، مترين ونص تقريبا، وإيدي شي متر، وحطلو بين 6 ميلة بنص القضيب تيولعوا، كانوا يولعوا مزوت ورماد، يحطوا كاز ورماد يولعوها بس عيد الصليب. راحت الأيام إلي بالصليب البطون، كان رجع حط صليب ألمنيوم بير بيروتي بير فينيانس، قالوا شي متر ونص، إيدي شي متر، ولفوا بسانيتا تتبس تضرب الشمس يصير يضوي الصليب. إجا شرب الكرم، هو ملبقينه بأبو سيف سنة 2004، قال لي جورج بدنا نطلع نعمل صليب، عتلي فوق محل مقالي بالصليب. كنا نحن شي 20-30 شاب، جمعنا من بعضنا كل واحد 10 دولار، صار يدفع 10 دولار 10 دولار، جمعنا جبنا حديد فارغ، عملنا قضيب طوله شي 6 أمتار علو الصليب وإيدي 3 أمتار. بلشت الفكرة، صار يقول بوسيف بدنا نعمل طريق مثل المسح، هي وطالعة العالم تطلع لفوق وتزور. 2004 كان هون أبونا جان بول حج رئيس دائرة، رنا صدنا أبونا جان بول، قال ولا يهمكم شو في براسكم، خبرني الفكرة، قلنا له بس إذا نجيب أحلى ما نعمل كابلات وصور تصير تنبل كل سنة، نصير نغير صور، ما بعرف إذا حدا بيساعدنا يعمل صخر مثل اللي عاملينه من حوتين. قال أنا عيد مرسل كيس وباخوس بيعمل سهرة وبيعزم كل فعاليات قرطبا، عملوا لي شي بروجيه صغيرة تنفرجيهم إياها للفعاليات ونخبرهم، يكون شيء واضح قدامهم كيف ما نبلش بالفكرة. رحنا عملنا له وحدة من جفصين صغيرة طبعا ما رايح لدرب الصليب، وجينا ليلة السهرة سهرانين كل الفعاليات بارتبا بيتعشوا بالدار ليلة العيد. اقترح الفكرة عليهم جان بول رئيس دار، قبلوا، صرنا نقول بدنا نجيب مصاري وبدنا نسكر لزلمة تيعطونا البلاطات. أنا ما كنت أعرفه الأستاذ فادي مارتينوس، هو رئيس اتحاد البلديات هلا، هو رئيس البلدية، ما كان عندي معرفة فيه كتير. الله يرحمه عزار السخن ملقى التليفون وبدق للأستاذ فادي بيقول له القصة، 1-2-3 ناقصنا مصاري. قال شو ناقصكم؟ قلنا له ناقصنا 6,000 دولار. بيجي الزلمه بيعملتينا 6,000 دولار، نحن ضحكتنا وصلت لعند الله مثل ما بيقولوا. الله يرحمه عزار السخن بيقول انا بحكي مع اساس فادي خلي يجيب لنا طياره. نحن صرنا نضحك انه هي طياره بدها تجينا، والقصف كان قبل بنار انه اي طياره بدها تطلع بالفلا وتسترجي تطلع. جينا تاني نهار انطرنا انه بدها تيجي الطياره، شي ساعه 8:30 نسمع هذه الطياره جايه من تحت، صرنا ننم، بسطنا قد الدنيا انه اجت الطيارة. غطت هون فوق، نزل الضابط منا سألنا داي تقلى الصخرة وداي شو وزنها وابك تحطون، اعطيني التعليمات وما الفينا نبلش. نقول له اوكي، حمل اول البلاطة، حملها شي علو شي متر متر ونص، مشي فيها شي 20 متر ورجع نزلها. نحنا قلب تخلينا صودا عنا خلص ما فيها قيمة الطيارة، رجع غط. شو المشكلة؟ قال أنا معبيها كتير فيول، بدي روح أعمل فيها برمتين 3 للطيارة تمشين نخفف منها الفيول تنقدر نقيم البلاطة وكون مرتاحين فيها. راح صار يبرم فوق قرطبا شي 10 مشاوير رايح جاي رايح جاي، إجا رجع قلنا علقوه، علقني له إياها وبلشنا، صرنا نقيم ونحط نقيم ونحط نقيم ونحط، وصلنا لفوق خلصنا. جبنا الونش وجبنا بدنا نشق طريق، شقينا طريق من لفوق على الجرافات وطلعنا الونش وطلعنا الصليب لفوق، وصرنا عم نركب عم نركب عم نركب، وصلنا لاخر شقفه هي من راس الصليب
ضلينا جمعة ما كانت تركب معنا. تنقول انه نجيب هليكوبتر، نحن اخدين عاتقنا انه ما بدنا نجيب الهليكوبتر، ما نركب هاي الشقفة على عاتقنا. صارت كل عائلة ضايعة، وكل سنة نعمل زيارة درب الصليب، كل نعمل درب الصليب. بخصوص الإضاءة، الإضاءة ما نضوي الصليب من هون لفوق، ما معنا مصاري، لا في حدا انه مش عاملين لا صندوق ولا شيء، يعني من الشباب نجمع من بعض. غسان أسيس بقول تدوي علي، بقى بيجيب الله يرد عنه يعني عن ولاده، بيجي بيضوي لنا اياها من هون لفوق. ومتعهد من سنة 2012 لغاية اليوم، كل سنة كل سنة هو بيعمل سيانة. كان نجيب وكان شرب الابني وكان ابو سيف. كان شرب الابني عمره شي 9 سنين، كنا نشغله بس هو يزق لنا ماي تنشرب. نانو كان اكبر، كان عمره 14 سنة، هو يسوق الحفارة والجرافة معنا. ابو سيف هو كان اللولب، لولب الموضوع كله من الاول للاخر. بس توفوا الشباب، غسان أسيس حاب يعملون تذكار للشباب هون، عملون تذكار للشباب هون، رجعوا الشباب أصحابهم للشباب كمان عملوا لهم تذكار فوق حد الصليب. هلأ بس تصل فوق حد الصليب بتشوف التذكار اللي عاملينه للشباب، بيناتهم زوزو روكو، شرب الابنة، نجيب حتة، وشرب الكرم. وخلصنا وانتهينا، ما فيش فيني خبرك أكثر. وقفت الدنيا فينا. نحن عم نمشي على درب الصليب اللي عاملينه شبيبة الصليب، شبيبة صليب قرطبا. المشوار رح ياخد معنا تقريبا 3 ساعة، بطول كيلومترين. مشوار معمول على الإيد وبينعمل له صيانة كل سنة مرتين. مثل ما شفت مبلشين من تحت بأول مرحلة اللي هن 14 مرحلة مراحل درب الصليب. ليش هيك مسمينه؟ لأن هذا جبل الصليب تبع قرطبا. على عيد الصليب منجي منعمل زياح على كل مرحلة، منوقف منصلي مرحلة درب الصليب اللي هن 14، معمولين على صخر طبيعي منقوش ومكتوب فيهم باللاتينة، ومجسدين الصورة بكل مرحلة. وبكل مرحلة المؤمنين هون بيوصلوا بيصلوا وبينتقلوا لمرحلة تانية وصولا للصليب اللي بيصير القداس على عيد الصليب. 2 كيلومتر طلعة حلو كتير، يعني فكرت في السيارة بس رح نمشي. حلو كتير الفكرة، درب الصليب كيف أول شيء منعطفين الحرش، هالخسخور الموجودين من مرحلة لمرحلة، وبالآخر توصل على الصليب. من تحت ببين صغير بس بعتقد يعني رح يبهرنا بعد شوي. يلا نكفي الطلعة. نحن جمعية بلشت بطريقة أهلية من جروب هايكينج بقرطبا من 2016. بال 2019 صارت جمعية رسمية مع المخابر وبكل هيكلتها الإدارية، ونحن نقينا سلوغان هو وصل الإنسان ببيئته، connecting human to environment. جبل عمل تيحمي الضيعة أساساً، صار اليوم حامل اسم الشهداء مثل ما شايفين، له وضع هيك إيموشنال وكتير مهم. فعرفتكم على جبل صليب بقرطبا اللي كل واحد منكم لازم يزوره، بيتذكر 4 آب إن شاء الله ما بتنعاد بحياته وبيصلي لها الضيعة.